كتسمو الفلوكة اللي كتسرق اه شكون عيط لك؟ عيط لي العربي وتحرش اه شو واحد كتعرفو؟ كنت بالغرفة ايه وين قال لي الفلوكة راه الدواء الحراري شوية قال لي راه خصني نبدا الموطور ومصاب جينا لهنا انا وولادي الوقت معاه زيك الشعب معاه وهي تسرقت معاه تاتي الليل اياه هي منك ترزق الله دابا من نهار وقع الواقعة حتى دابا ما كيتعاونوا مع السيد اللي كتعرف لا لقاو شي بلاصه ما تشرب خدشوا ما لقاو شارع كيتخاوتوا تبرت واش كتب دابا السيد اللي هي بالعقب دابا عقب كنتو كتشوفوا شي فيديو ولا غير فلوك تيتقدر قلت لك لا دايرين شي حاجه حنا موجودين نديروا البحث علينا واش مش بعيدها ولا عندنا شي دخل شي واش انا Thank you.
شو تي في السيده المسيره لي البحر وطب الريس هذه ناحيته كلها في البحر في البحر مستسلسله هو غير البحر. واليوم كاين كيتفاجئ الايام اللي فاتت بين هذيك الفلوكه اللي كيصيد بها سرقات واحدين عصابه دوك المجموعه ديال الحراقه باش يعرضوا بها ولكن فشلات لهم العمليه وحصلت الفلوكه تهوزوها من المرصد العملية حتى سطيع التلال التابع للمنصورية ودخلوا فريق الدرك الملكي فتحوا تحقيق وتصنتوا السيد دباز هلالي ودابا صوتي محز تحت الرئاسة ديال السيد الرئيس النيابة العامة هو دابا كيطلب من السيد الرئيس النيابة العامة باش يطلق لي غير الفلوكة ديالو يخدم بها يترزق بها الله عليهم ما كيعرفش يخدم في البركيب قال هو كيعرف غير البحر وما نعرفش هاد الفلوكة هو دابا جالس دابا ما عندهمش دخل حتى لوليداتو كيف كتشوفو ولكن دليل ديال الباحث في الساعه اللي كانت ديال الشعاجه على الوجود ديالها ما تيش غادي